منتزه الملك عبد الله هو منتزه وحديقة عامة يقع على طريق الملك خالد بالطائف قرب المملكة العربية السعودية، ويعد من أهم المعالم السياحية والحضارية في محافظة الطائف. ويضم المنتزه العديد من الجلسات والمظلات والاستراحات، ومنها العائلية وأخرى مخصصة للشباب. الآن احنا موجودين في عروس المصايف محافظة الطائف في أفضل وأهم الأماكن السياحية في المحافظة، وهو منتزه الملك عبد الله. ويعد المنتزه مكانا ترفيهيا متكاملا يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تناسب العطلات والنزهات العائلية، ويوجد فيه مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق العامة لتخدم عدد كبير من الأسر. تم افتتاحها في 2013، وتشمل مساحة قرابة 150 ألف متر مربع، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية والترفيهية في محافظة الطائف. وكذلك تم إنشاء عدد من المسارح المفتوحة والمدرجات التي يتم استخدامها في حفلات البلاد الوطنية والعالمية والحفلات الموسيقية الخاصة والعامة. وكذلك يضم المنتزه العديد من المرافق المميزة، وتصل المسطحات الخضراء إلى 53 ألف متر مربع. سيقضي طفلك أجمل أوقاته في ألعاب الأطفال المتنوعة التي تضم ألعاب مختلفة وملاعب كرة قدم عشبية الموزعة في أرجاء الحديقة. كما أن المنتزه يضم مسارات عديدة وكبيرة لمحبين الرياضة ومحبين رياضة المشي. ويحتوي المنتزه على العديد من المطاعم الشعبية ذات المذاق الرائع التي تقدمها، مثل الشاي والقهوة وغيرها من الأطعمة المختلفة. هنا حديقة الملك عبد الله طبعا من أفضل الحدائق، واعتبر مرتبة ثانية بجانب حديقة الردف. فيها من الفعاليات والمهرجانات المقامة حاليا في منظمات شركة متميزة لأول مرة في تنظيم مثل هذا المهرجان. احنا في كل سنة نحاول ان ناخذ هذه الحديقة لجمال منظرها وكثرة الزوار فيها، نحاول نبدع فيها لكي نظهر منطقة الطائف انها من اجمل المناطق على مستوى المملكة ان شاء الله. السلام عليكم، حياكم بمنتزه الملك عبد الله. عوائل ومنتزه كبيرة يناسب للعوائل، ونظيفة ما شاء الله، النظافة وكل شيء تمام. وفاكين مهرجان هنا تونا لمدة 45 يوم، ليالي السمر بمنتزه الملك عبد الله. يوم الجمعة وخميس الجمعة في فعاليات وكذا ومناسبات، هدايا حلوة. حياكم بأي وقت إن شاء الله، تعرفونا. اسكندر معاكم، أخوكم اسكندر وبس.